أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد. من هذه الفوائد الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يركب الحمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على الحمار، وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ الإنسان الذي يريد أن يتعلم بالسؤال حتى ينتبه. فقال له: أو تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وفي أيضا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للحقوق، فأولا حق الله، هذا أعظم الحقوق، ثم حق العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق يا أخواننا واجب على العباد أن يأتوا به، يعني الناس ولا كتر خيرهم لابد أن يأتوا بهذا الحق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا للعباد، بل ربنا ما بعث الأنبياء والمرسلين إلا ليأمرون إن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، كما قال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدحق ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إذا إنسان سأل لماذا نعبد الله؟ نعبد الله ليه؟ وليه ما نشرك بالله غيره؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بنعبد الله لأنه الله خلقنا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ربنا قال: فلا تجعلوا لله شنو؟ أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولذلك ربنا قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بعد ذلك ربنا جاب الأدلة ليه إلهنا واحد. ربنا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعدها ربنا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فلابد الإنسان يعبد الله براو ولا يشرك به شيئا. الشرك هو شنو؟ الشرك إنك تساوي عبد أو مخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في شيء هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. والشرك
ومأخوذ من الشركة أو الشراكة. مثلا الناس يقول لك دارين نزرع على البلاد دي سمسم، أنا بجيب كده وإنت بجيب كده وبعد ذاك نتقاسمها بيناتنا، ده يسمى شنو؟ شراكة أو نصيب أو جزء، دي كلها معاني. فعبادة الله دي حقة الله. إذا الإنسان أدى لي مخلوق، مثلا عبادة الدعاء، ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لو إنسان قام مع دعاء لربنا سبحانه وتعالى دعا مخلوق من المخلوقين، مثلا قال يا رسول الله هذا وقع في الشرك، ليه؟ لأنه ربنا قال كده، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الإنسان إذا اعتقد إنه غير الله بيعلم الغيب، الآن الكلام ده موجود يا أخواننا للأسف في الإعلام بتاعنا، في الإذاعات، في القصائد، في التلفزيون، يقول لك الأولياء بيعلموا الغيب وبيكشفوا ما في الضمير، زي ما قال واحد قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وزي ما كثير من الناس بيمشوا للفكية وليهم بتاري عشان يكتب له أو عشان يشوف له بقرات ومشن وين أو إلى آخر، كل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وخطورته يا أخواننا إنه ربنا ما بيغفره، ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زول يكون عنده عقيدة في حجاب ما بينفع وما من الدين. بل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن عشرة رهط، عشرة نفر دارين يخشوا الإسلام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم ودخلوا الإسلام. قال وأمسك عن واحد، في واحد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بايعه. الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، يعني ليه؟ قال إن عليه تميمة، تميمة دي أهلا إحنا بنسميها حجاب. قال فأدخل الرجل يده فقطعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعه، النبي صلى الله عليه وسلم طوالي بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. يا أخواننا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كلام جماعة ولا كلام حزب، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق البشر قيلا. عشان كده يا أخواننا دي كلها من مظاهر الشرك، فهمت؟ ودي أكبر قضية المفروض يا أخواننا يوروا بها الناس، لأنه الإنسان إما زاني إما شارب خمر وما تاب ممكن يمشي، ربنا سبحانه وتعالى قد يدخل النار لكن ما بكون خالد في نار جهنم، لكن الزول اللي بيموت بعقيدة من العقائد دي بيموت ويمشي جهنم ويكون خالد فيها. الدليل من سورة المائدة، ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وكمان شنو؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا قال مأواه يعني مسكن الدائم، حل الإغامة الدائمة جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ولذلك يا أخواننا أهم حاجة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم جبيها، جب التوحيد. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولو ده يا أخواننا العلماء قالوا اسمه حرف امتناع لامتناع، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقع في الشرك النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال له لو وقعت في الشرك عملك كله، أعمالك الصالحة كلها حتحبط وتبطل وتفسد ويذهب أجرها. وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم زي أعمالنا نحن، النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى ركعتين ولا صدق بجنيه أنت لو دفعت 70 مليار ما بتحصله، لأنه إخلاص وتقوى
النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين أو حج أو اعتمر أو عمل عمل صالح، نحن كلنا لو عملنا أعمال صالحة ما بنحصل زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كله متقبل، لكن نحن أعمالنا بيدخل الرياء بيدخل غيره، صح ولا ما صح؟ طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة ربنا قال له إذا أشركت عملك بيحبط، كيف الناس الآن؟ وده الناس لو ما وروهم، الدعاة لو ما وروا الناس الكلام ده والله يكونوا غاشينهم، لأنه أنت ما ممكن تلقى لك زول مفلوق في راسه وراسه كاب بدم وبينزف شديد وأصبعه تحت عنده جرحة صغيرة، وانت زول دكتور جابه لك تقوم تبدأ بالأصبع، انت زول فاشل وبتغوش فوقه لأنه ممكن الزول ده ينزف ويموت. ده إذا مات قد يموت على التوحيد ويخش الجنة ما فاته شيء، لكن الزول اللي بيموت على الشرك ده عنده مصائب كثيرة ربنا ما بيغفر له، بتحبط أعماله، بيخلد في جهنم. ده يوم القيامة بكون مورط، ما عنده شفاعة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الشفعاء، كويس، ربنا يغضب عليه. دي كلها يا أخواننا مسائل بسبب الشرك بالله، وربنا هو المتفرد وعنده الأمور كلها. ربنا سبحانه وتعالى قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا، يعني كيف أنا أسوي لي ولي غير الله؟ ولي الليلة البلد دي تلقاه مقسمة، أي ثلاثة أنفار عندهم ولي، قل لك ده لحاق بعيد وده دور عفينة وداك مين أبونا الشيخ مين القلب التمساح حجر، وداك جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا، وداك مصر المؤمنة بأهل الله وداك مكاش في الغوم، يا زول ده الكل ما بحلوك. الأمور دي كلها عند الله سبحانه وتعالى، كلها عند الله. إذا كان صالح ربنا قال الصالح لنفسه، ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه، ما بينفعك. وإذا أصريت ناديته يوم القيامة بتبر منك وبورطك. ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أقيفهم حلكم. ربنا قال فزيّلنا بينهم، يعني فرقنا بيناتهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، قال لي أنت في الدنيا ما كنت بتناديني ولا حصل جيتني دفعت لي بياض عشان أكتب لك حجاب أو محايا أو كده، ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. دي ورطة ولا ما ورطة؟ ورطة كبيرة يا أخوان، ورطة كبيرة. إمش منك ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أنا كنت مبارك، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أن احنا قاعدين في جهنم مخرج، محيص معناه مخرج، مخرج من جهنم مف، وأن دي ورطة كبيرة. عشان كده الدعاة اللي بيتكلم تكلم لك ما يتكلم في التوحيد بالتفصيل ده زول غاش، والله عمته دي لو حصلت السماء، والله لو عمته حصلت السماء ما بكلم الناس العقيدة ده زول غاش. وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، ربنا قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، بئس ما يشترون. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ربنا قال أولئك يلعنهم الله، ده القرآن، ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة خيار وأمة وسط وأمة مرحومة، ليه؟ لأنهم كانوا بناصحهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بفوت حاجة لناس. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس وقدامه وده صحابي كلهم من أهل الجنة رضي الله عنه، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. طوالي أبو ذر مشى لبلال قال قام خدته وشه في الواطة، قال له والله ما أرضى لغاية تخد كراعك في وشي،
لأن أمة بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الآن نشأت جماعات وأحزاب وفرقوا الناس، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. عرفت جماعة الإخوان المسلمين هايجي يكلموا الناس في مواضيع المسلمين متفقين فيها، بلغت تلقى كفار متفقين فيها، أهمية الصلاة، بر الوالدين، صلة الرحم، دي مواضيع من الدين، لكن دي ما الأولوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رسل معاذ إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. تمام، ممكن تبقى إمام تاع جمعة أو منبر وتحتك ناس عرفت عندهم واقعين في شركيات ومعلقين حجبات تتكلم لهم في غير هذا الأمر، كده أنت بتكون ملعون في القرآن وفي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل كده. ذلك كلموه الحكام والحكام ظلم ونخرج على الحكام وما ممكن، والوالي فعل وترك وسوى، ويخلي الكلام في العقيدة، ده زول غاش للناس، ده زول كذاب على المسلمين، فهمت؟ وده التنظير يا أخواننا، الضيع المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين في العالم كلهم ضيعوا البلد. عرفت؟ عندهم واحد اسمه سيد قطب علمهم التكفير، هم ذاتهم اعترفوا كده. تقال داعش دي مرقوا من وين؟ واحد كاتل أبوه أمه في رمضان، أمه استدرج نفرينهم استدرجوا أمهم دخلوها المخزن، زول استدرج أمه يا أخي مرة يا أخي وكبيرة، وأمك أنت لو راجل وفيك فايدة تسوق المخزن وتستدرجها وتمشي تطبحها؟ دي الناس عليك الله. ومشوا برضو طعنوا أخوتهم، طعنوا واحد من أخوانهم وأبوهم برضو طعنوا، ده شنو ده؟ دين شنو ده؟ ده دين شنو يا أخوان؟ لكن ده دين جماعة الإخوان المسلمين قاعد في البلد دي هنا موجود، وشباب كتار نحن في الجامعات بنعرف شباب كتار قاعدين هنا، فهمت؟ ناس سيد قطب عنده كتاب اسمه معالم في الطريق، الكتاب ده مرقت منه جماعة التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة كفروا المسلمين، فهمت؟ ويقول لك نمرق على الحكام، وده كله باطل، وده منهج بتاع الخوارج. أول زول من الخوارج ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه زهير بن حرقوس. النبي صلى الله عليه وسلم جاته قروش أموال قام وزعها على 4 من الصحابة، يا دوب كان دخلوا الإسلام، يتألف قلوبهم، لأنه من مصارف الزكاة يا أخوانا المؤلفة قلوبهم. قام واحد مطبق السنة وداعية إلى الإسلام، قال عمل فوقه دار ينصح وعنده عبادة جد، الراوي وصفه قال ناتئ الجبين غائر العينين مشمر الإزار كث اللحية، دي أخواننا من السنة. غائر العينين معناه زول ده بيساهر في قيام الليل، بيقوم ليل جد وجبهته دي ناتئة، معناه بيصلي وبيسجد سجود طويل. بعد ده لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في 4 وخلى الأنصار وغيرهم، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف المجرم ده كيف، شوف الكلام ده، دي الناس داعي ذاته، جبهة النصرة والأخوان المسلمين ديل ياهم ذاته، فهمت؟ والآن في العصر الحديث ديل مرقوا من واحد اسمه سيد قطب، وعندهم رؤوس في السودان هنا محمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف وغيرهم من الناس القاعدين ينشروا هذا المنهج الباطل، المنهج الفاشل، منهج التكفير، ويفهموا أدلة غلط وآيات غلط وأحاديث غلط، يغشوا بها شباب المسلمين، يمشوا يودوهم الصومال، يودوهم ليبيا، يودوهم مالي، يمشوا يكتلوا شباب المسلمين ساكت. وانت لو صاحبي تصلح الأمة اتكلم للأمة في العقيدة، تكلم للأمة في العقيدة، لأنه دي أهم مسألة. أما الكلام في الحكام على المنابر وذكرهم ده ما من منهج العلماء وما من منهج الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده له علاني، ولكن ليأخذ فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وما البلاد المسلمين دي كلها الورطة، إنا يا أخواننا الناس بيجوا يطلعوا في المنابر ودعاة الأخوان المسلمين من القرضاوي ومين العريفي ومين سلمان ومين سفر الحوالي، ديل قلبوا الناس يقوموا، ولما قاموا الناس قتل المسلمون،
المسلمين كتلهم بلادهم اتقطعت والناس واقعين في فقر وفي مصائب وفي بلاوي، عرفت؟ فما بيجوز الخروج على الحكام إلا الحاكم يكفر بالله. صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عرفت؟ فلا بد يا أخوانا الإنسان يكون فطن ويعرف دينه ويحذر من هذه الفرق كلها والجماعات كلها. ما تباري لك زول ده ما من الإسلام. ربنا قال إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعة لست منهم في شيء. تكون مسلم عقيدتك تمام، بتصلي الصلوات الخمسة، ما تخش في أي جماعة، أنت كده ممتاز جدا وأنت على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحق حق تابع لحق الله. يعني زول اللي بيجي بالتوحيد تمام، ربنا يعني لأنه جاء بهذا الحق من حق الله المتفضل به من نفسه، ربنا تفضل الحق ده حق العباد على الله وحق تفضل من الله كما قال العثيمين في شرح النووية. قال فهو حق تفضل من الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالإنسان إذا جاب التوحيد كامل ما بتمس النار نهائيا، أما إذا جاب التوحيد وعمل معه معاصي فيعذب على قدر معاصيه، أو إن شاء الله غفر له، أو إن شاء شفع فيه الشافعين وثم يدخل إلى الجنة. لكن إنسان جاء بالشرك بالله ليس له مغفرة. ولذلك يا أخواننا الناس عليها أن ترجع إلى هذا التوحيد وتصرف العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، وتعلم إنه ربنا يا أخواننا ما محتاج لواسطة. الشبهة بتاعت كثير من الناس يقول لك أنا وسخانين والأولياء دين واصلين لله سبحانه وتعالى ونحن دارين أنهم يقربون لله. ربنا قال ده الشرك ذاته. ربنا قال في سورة الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله شنو؟ زلفى. ندارين أنهم يقربون لله. طيب الله قال شنو؟ قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ربنا ما داير واسطة. لما أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقريب ربنا فنناجيه، النجوى عن الكلام بالسر أو بالخفاء، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الليلة تعال شوف القصائد يقول لك في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفراد، يقول لك قوم يا خي ناديهم لي رجال الله البزيل البي، يقول لك بدعوك يا الله بجميع عباد الله وبالخلف الأربعة وسور المية العشرة في أربعة والأئمة الأربعة وتمرقنا من أربعة والسيدة شعوانة والسيدة نفيسة وبدسوق الهائم بحب الله، وده كله شريك بالله. تدعو الله بثلاث حاجات العلماء قال، إما بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى تقول يا كريم أديني، يا غفور أغفر لي، اللهم أنت الشافي أشفيني، ده واحد. اثنين بالأعمال الصالحة تقول يا الله بصلاتي دي أديني مثلا افتح لي الرزق، يا الله ببري للوالدين يا رب يا ربنا نجحني مثلا، يا الله بحب للرسول صلى الله عليه وسلم وفقني في العمل الفلاني بما فيه إشكال بالأعمال الصالحة. الدليل قال الله عز وجل، الدليل الأول على الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدليل على الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ده شنو؟ ده التوسل. الطلب شنو؟ فاكتبنا مع الشاهدين. النوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح مش به ذاته، تقول لي يا فلان زول بيجي الجوامع بيحضر الصلوات وزول فيه خير وكذا تحسب انه فيه خير، تقول لي يا فلان عليك الله اللي ما ادي في زنقه شوي ادعو لنا الله معك، ما فيها حاجه. وان كان الافضل النوع الاول من التوسل وهو التوسل الى الله شنو؟ باسماء الحسنى وصفاته العلى، لكن لو عملت دي ده جائز برضه ما فيه اشكال. اما الانسان يمشي لزول او زول هناك يقول لي يا أبو يا الشيخ تعمل لي كده أو كذا، ده أخوان حرام وشرك بالله سبحانه وتعالى.
فنحن وصيتنا للناس يا اخوانا الانسان يتمسك بدينه وما يفرق الدين. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلازم يا أخواننا نعتصم بالكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ناصف على إطار، السلام عليكم.